ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب يوم الخميس عن إصابة المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي بفيروس كورونا، وقال بوانو أن الحليمي خضع لتحليل PCR والتي جاءت إيجابية. إعلان إصابة مندوب التخطيط جاء عقب إشكال طرحه عدم قدرة المندوب السامي الحضور لمناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية السامية بعد تأكد حمله للفيروس. بوانو ذكر أنه إما أن يلقي المندوب السامي عرضه عن بعد وبحضور الكاتب العام للمندوبية، أو يتولى أحد أعضاء الحكومة مهمة تقديم ميزانية المندوبية السامية أمام اللجنة. ذات المتحدث أوضح أن العملية ستجرى لأول مرة في اللجنة، مشيرا إلى أن الأمر خلق جدلا وتباينا في الآراء بين النواب البرلمانيين. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.